فريق باستورز يتمنى لكم رمضان مبارك. شاركت مونيا بن فغول إطلالتها من التراث التقليدي الجزائري والتي تمثلت في القفطان الجزائري، كما قدمت ضيوفها في كواليس برنامجها الرمضاني. جبت لنا اليوم وكانت حلوه وكانت زينه كيما ما عرفين نشوفوها هي بصح اونكور بلوس اونكور بلوس ان فري حلوه وهيله اونكور بلوس. ميرسي دات فو. ميرسي ا توا. شوفوا شكون راه معايا. شوفوا من يما ما عاودوا يشافوكش معايا. والله سنتين ما شفناها، الحمد لله اليوم رجعنا توحشنا. مش لاقلك الدنيا، بسم الله عليك كرمالك عم تحلوي، وإن شاء الله من نجاح لنجاح ونشوفك الأولى بالشاشة العربية إن شاء الله يا ربي. ومبروك عليك على المسلسل ديالك جيد، نتمنى لكل التوفيق، وكان شرف لي أنه قبلت الدعوة ديالنا وجيت لعنا في البلاطو ديالنا، ونتمنى لكل خير. ومامانا ماذا بك نشوفك الفوق الفوق الفوق، وإن شاء الله يا ربي تكون مربوحة عليك الميسيون ديالنا ومربوحة عليك الأيامات الجايين ويكونوا حلوين. بتشرفكم معي، بتشرفكم بيناتكم، وميرسي كثير على الاستضافه حبيبتي. باي باي. شوفوا الضيوف ديالنا الشابين. نيسا هاي، شوفوا شكون خضر. لعرض اعلاناتكم على باخه باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.